صحة قداسة البابا توادروس الثاني، والنهارده الظهور الأول لقداسة البابا بعد العيد والوعكة الصحية اللي مر بيها، وناس كتيرة قوي قلقت على صحة البابا. وخلال الأيام اللي فاتت يعني بعد حتى ما اتكلمنا مع أبونا موسى المتحدث باسم الكنيسة وقال لنا إن الأطباء نصحوا قداسة البابا إن هو يريح بعض الأيام كده، ياخد راحة وبعد كده يستأنف نشاطه بشكل طبيعي. لكن على الرغم من التصريحات ومن كل البيانات اللي خرجت، إلا إن في أقاويل كتيرة جدا خرجت حول صحة قداسة البابا توادروس الثاني. يعني بكل تأكيد هنسأل بقى الأسئلة اللي حضراتكم سألتوها ونطمن، ولكن خلينا نقول لحضراتكم أن النهاردة قداسة البابا صلى قداس عيد الختان في المقر الباباوي في كنيسة الأنبا أنطونيوس، وكان بيترأس الصلاة وكمان قال الوعظة، وفي إطار الوعظة أو في ختامها كان حريص أن هو يطمن الشعب على صحته. خلينا نروح نسمع جزء من عظة قداسة البابا توادروس الثاني ونرجع نستكمل ونطمن على صحته. فقط الإنجيل بتاعت النهاردة اللي قريناها بنقرا جزء منها في صلاة النوم، وبنقرا جزء منها في بعض شريط الإنجيل، وبنقرا جزء منها في تسبيحة نص الليل، فده جزء متكامل، جزء متكامل ومهم جدا. اللي هو بيقول فيه عن سمعان بيقول كده: الآن تطلق عبدك يا سيدي السلام كقولك، سمعك الوعد حولي 300 سنة ساعتها، لأن عملية قد أصبحت خلاصا. طبعا الأمين بعد 300 سنة عملية تكون كملت تعبت، وبعد 300 سنة الرؤية فيها ضعيفة، شيء طبيعي يعني بسبب الشيخوخة، لكن عملية قد أصبحت خلاصا، عملية القلب اللي أبصرت الخلاص، والخلاص اللي هو تم على الصليب، هو شاف طفل صغير شايله، لكن بعينين القلب شاف ما هو قدام وما هو أمام، فشاف الخلاص اللي جه من أجله المسيح يقدمه، لأن عينيه قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، مش اليهود بس، بقى هذا خلاص المسيح جاء من أجل العالم كله. ويكمل يقول: نور أعلن للأمم ومجدا لشعب إسرائيل. العالم أياميها أيام الزمن ده كان متقسم إلى أمم وإلى يهود، أمم وإسرائيل، عشان كده نور أعلن للأمم لكل العالم ومجدا لشعب إسرائيل. خلاص انتهى بقى إسرائيل الحرفي وبدأ إسرائيل الروحي ممثلا في شخص السيد المسيح. عايز أقف وياكم قدام ثلاث علامات مهمة أوي. طهارة أمنا العذراء مريم جعلتها تحمل المسيح في أحشائها، وأحشائها يعني في القلب في الداخل. طهارة أمنا العذراء مريم لما سماها الملائكة الممتلئة نعمة. فطهارة القلب يحمل الإنسان في داخله المسيح. وفي عبارة قالها القديس أوغسطينوس، عبارة لطيفة أوي، قال كده: نحن لا نطول أمنا العذراء مريم لأنها حملت المسيح في بطنها. نحن نطول أمنا العذراء مريم لأنها قبل أن تحمل المسيح في بطنها حملته في قلبها. يعني شو حكاية العذراء حملت المسيح جسديا؟ لا، هي حملته في قلبها في الأول، والعلامة بتاعت كده إنها ولدت المسيح وسميناها ولدت الإله. بعد ما سمعنا مع حضراتكم جزء من كلمة قداسة البابا وعظته النهارده في قداس عيد الختان